المقارنة الصعبة بين الزد 59 الترا والجي اس 8 الترا. يلا نبدأ الفيديو مع بعض. كنا عملنا مقارنة قبل كده بين ال 59 الترا والاس 8. كان ايه الفرق بين الاثنين؟ ان احنا هنا كنا بنعمل مقارنة بين الزد 59 الترا، كانت فئة سعرية قليلة شوية عن الاس 8 ماكس، كان سعرها اغلى واعلى بكتير من زد 59 الترا، فكانت المقارنه صعبه بين الاثنين. هنا بقى المقارنه اصعب، لان انت بتقارن ما بين اثنين بنفس السعر تقريبا وفي نفس الامكانيات. ايه الفرق بينهم؟ احنا عاملين فيديو للساعه دي وفيديو للساعه دي. لو انت محتار اتفرج على الفيديو ده، وفي النهايه ان شاء الله هتقرر تشتري من فيه. قبل ما نبدا الفيديو لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. الزد 59 الترا من الساعات المشهوره هي والجي اس 8 الترا، بيقدموا لنا تقليد لساعة أبل الترا الجديدة، تقليد بصراحة محترم جدا. لما تمسك الساعة دي أو الساعة دي، لا هتقول إن ده صعب يكون تقليد، تقليد بصراحة ممتاز جدا. خلينا نقول بقى إيه الفرق ما بينهم ونعمل المقارنة. نبدأ الأول بالشكل الخارجي، الاتنين نفس الشكل اللي هو بيقلد ساعة أبل. خليني أقول لك بس اللي بالاستراب الأسود دي هي الزد 59 الترا، أما الاستراب السيلفر هي الجي اس 8 الترا. الزد 59 الترا حجمها اصغر شويه، بسيطه قوي، يعني حاجات ما تتشافش. يعني لو انت مسكت الاثنين ساعتها تحس ان في فرق. الجي اس 8 الترا اكبر حته بسيطه، يعني بتيجي بشاشه 2.5 انش، اما هنا بتيجي 2 انش. خلينا اقول لك حجم الفريم، لان تقريبا الشاشه قريبه من بعض. حجم الفريم اكبر للجي اس 8 الترا، ونفس الزراير اللي في الجنب وكل حاجه، ونفس الزرار اللي هو الاورنج بتاع الالترا، نفس كل حاجه. الاختلاف برضو اللي هنشوفه، الظهر بتاع جي اس 8 الترا قريب جدا من ساعه ابل اللي هو اللون الابيض ده او السيلفر، هنا اللون اللي هو العادي، مش عشان الساعه سودا، حتى لو الساعه اللون التاني برضو مش نفس الشكل. هنا راسم لك حتى اللوك بتاع الاستراب رسمه، ولكن هو مش حقيقي طبعا، في الساعه الاصليه بيبقى حقيقي، هنا مش رسمه حتى، يعني في الزد 59 مش رسمه، هنا مرسوم بيديك نفس الشكل. انا مش شايفه فرق قوي، ان انت كده هتبقى لابس الساعه مش هتبقى باينه قوي. يعني بالنسبه للساعه نفسها والشاشه، الاثنين شاشتهم قريبين جدا من بعض. اما بالنسبه للخلفيات، تلاقي في زد 59 الترا حوالي 10 خلفيات مختلفه تقدر تغير ما بينهم، وكمان تقدر عن طريق الابلكيشن تنزل خلفيه بصورتك. في جي اس 8 الترا بتلاقي 6 خلفيات، وكمان تقدر تنزل خلفيه اللي انت عايزها من موبايلك برضو نفس الكلام، بس هنا 6 خلفيات. الحاجه اللي مشتركه بين الاثنين نفس السمات اللي هي اصلا تقليد لابل، وفي خلفيه اللي هي مثلا زي كده تضغط عليها كده الخلفيه بتتغير معاك. يعني في خلفيه من ضمن الخلفيات دول بتدي لك شكلين، مش خلفيه واحده، هو تقريبا هنا سيمين او ثلاثه وهنا سيمين او ثلاثه، نفس السمات بتاعت ابل بنفس الحركات اللي بتتعمل في الساعه الاصليه موجوده هنا وموجوده هنا، بس الفرق زي ما قلنا ان هنا 6 خلفيات وهنا 10 خلفيات في الزد 59. شكل الايقونات الداخلي، بالنسبه للزد 59 الترا 9 خلفيات غير الشكل اللي هو بتاع ابل ده، يعني 9 اشكال للقائمه الداخليه اهي تقدر تغير ما بينهم. بالنسبه للجي اس 8 الترا فيها 4 اشكال للقائمه الداخليه. شكل القائمه قريب جدا من ساعه ابل زي ما احنا شايفين، والاثنين يعني فيهم شبه من بعض تقريبا من نفس الاشكال. الساعتين بيدعموا اللغه العربيه. نسبه وضوح الشاشه، انت هتشوف الالوان بصراحه الساعتين الوانهم تحفه جدا. طيب يهمني ايه؟ يهمني نسبه الوضوح بره في الشارع تحت اشعه الشمس، الوضوح يروح سنه بسيطه للجي اس 8 الترا عن الزد 59 الترا زي ما احنا شايفين قدامنا. بس انت مش هتشوف الكلام ده لما تشتري دي او تشتري دي، غير لما يكون الاثنين جنب بعض، ولكن الاثنين بيتشافوا تحت اشعه الشمس مفيش مشكله، وتقدر تتحكم فيهم وتشوف كل التفاصيل اللي على الساعه، سواء في الساعه دي او في الساعه دي، واضحين جدا. بس زي ما قلت لك انا عشان معايا الاثنين فحاسس ان نسبه الوضوح في جي اس 8 الترا اكبر شويه. نيجي بقى للامكانيات المشتركه ما بينهم. الساعتين بيشتغلوا على اي نوع موبايل، اندرويد او ايفون، عن طريق برنامج. هنا الزد 59 بتشتغل عن طريق برنامج ار دي فيت، اما الجي اس 8 الترا بتشتغل عن طريق برنامج الوير فيت برو. لما نربط الساعه بالموبايل نقدر نعمل مكالمات من الساعتين بدل التليفون، والساعتين بيظهروا اسم المتصل بالعربي او بالانجليزي، بيظهر عادي وواضح، تقدر تشوف مين اللي بيتصل بيك وترد عليه مفيش مشكله. والساعتين ما شاء الله صوتهم او السماعات بتاعتهم والمايك ممتاز جدا. خلينا نشوف فيديو للتجربه للمكالمه للزد 59 وبعد كده الجي اس 8 الترا. تست للمكالمه زد 59 الترا، صوت من الساعه نفسها مش من التليفون. اتكلم كده. ايوه كده. انا كتمت الصوت. اتكلم تاني كده. ايوه كده سامعني تمام. تمام؟ ايوه تمام سامعك كويس. جي اس 8 الترا هنعمل لها تيست كول اهي. مكالمه جايه لنا اهي على الساعه. بتظهر اسم زي ما احنا شايفين كده.
ايوه سامعني؟ الصوت واضح يعني؟ الصوت واضح. بص كده اتكلم تاني معلش. انا كلمت الصوت اهو وشغلته تاني. الصوت من الساعه واحنا في مكان مفتوح اهو والصوت عالي جدا. كمان بعد ما نربط الساعتين بالموبايل نقدر نشوف الاس ام اس اللي جات لنا على الموبايل، وكل الاشعارات اللي بتيجي على الموبايل هتجيلنا على الساعه، والاثنين بيدعموا اللغه العربيه، وبتقدر بمنتهى السهوله تشوف الاشعارات كامله واضحه باللغه العربيه، مفيش فيها اي مشاكل. الساعتين فيهم مستوى السطوع، تقدر تتحكم في مستوى السطوع بتاع الشاشه، تقلل الاضاءه شويه يعني وتعليها. الاثنين فيهم نفس الميزه. الاثنين فيهم خاصيه اولز اون ديسبلاي، اللي هي الساعه برضو تفضل ظاهره معاك على الشاشه كده حتى لو انت قفلت الشاشه، قفلت الساعه اهي، الاثنين بيظهروا معاك، اللي هي رسمه الساعه اهي دي او دي، اولز اون ديسبلاي موجوده. ولكن خليك فاكر ان الخاصيه دي بتسحب من البطاريه بشكل كبير، وهو حتى بيحذرك في الساعتين ان انت تستخدم الخاصيه دي هتقلل وقت استخدامك للساعه. الساعتين تقدر تعمل ليهم باسورد عشان محدش غيرك يقدر يستخدمهم. الخاصيه دي مشتركه بين الاثنين. كمان بقى بعض الخواص الثانيه المشتركه السريعه زي ال NFC، طرق الدفع السريعه زي علي باي، كمان خاصيه التواصل السريع عن طريق الكيو ار كود برضو موجوده في الساعتين، الاوبشن الرياضي والاوبشن الصحي. نبدا بالاوبشن الصحي. اثنين فيهم نبضات القلب وقياس ضغط الدم ودرجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم واحتساب ساعات النوم العميق. جي اس ات الترا بتتميز بأوبشن زيادة في الأوبشن الصحي، وهي سكر الدم، بتقيس لك نسبة السكر في الدم. بصراحة مش عارف ازاي، ولكن هو أوبشن موجود زيادة حبيت إن أنا أقوله لك. كمان في الأوبشن الصحي في نقطة مميزة بتروح للجي اس ات الترا، لما تيجي تقيس نبضات القلب أو ضغط الدم أو تعمل أي قياس صحي، لو انت مش لابس الساعة مش هيقيس، هيطلع لك الرسالة اللي انت شايفها قدامك دلوقتي دي. اما الزد 59 الترا للأسف هي بتقيس كده وخلاص، حتى لو انت مش لابس الساعة. ولكن خليني اقول لك ان الساعتين هما مش اجهزة طبية، يعني ما يعتمدش على القياسات بتاعتهم. الاوبشن الرياضي، طبعا الزرار الاورنج ده اللي هو بيوديك على الاوبشن الرياضي اللي موجود في ساعات الترا، لما بنضغط عليه بيجيب لك الاوبشن الرياضي. هنا في الزد 59 الترا بنلاقي حوالي 11 اوبشن رياضي، اما في جي اس 8 الترا بنلاقي حوالي 10 اوبشنات رياضيه. ولكن في جي اس 8 الترا خليني اقول لك في حاجه زياده، هي ما اعتبرش حاجه رياضيه قوي ولكن هي موجوده زياده، قياس الارتفاع اللي هو ده موجود في الجي اس 8 الترا مش موجود في زد 59 الترا. يعني لو جيت تحسبها هنا 11 اوبشن رياضي وهنا 11 اوبشن رياضي، وخلينا نشوف بيحسبوا فعلا او بيحسوا فعلا ان احنا بنمشي وبيبتدي يحسب ولا لا في الساعتين. الاوبشن الرياضي فيه حاجه اسمها جي بي اس او التتبع للاماكن الرياضيه اللي انت كنت فيها. الساعتين فيهم نفس الاوبشن ده موجود، طبعا فيهم اله حاسبه والتقويم وتصوير عن بعد للموبايل، يعني بيستخدموا كريموت للتصوير من الموبايل عن بعد عن طريق الابلكيشن. الاثنين فيهم مشغل موسيقى، والاثنين بصراحه صوتهم كويس جدا في مشغل الموسيقى. خلينا نسمع مع بعض. ده كده صوت الساعه نفسها اهو، صوتها، واقدر اعلي الصوت بيعلم من التليفون. موسيقى على الساعة، نجيب المشغل الموسيقى اهو، ده كده صوتها. طبعا ممكن اعلم من التليفون نفسه واقدر اقلب او ارجع، ده صوت الساعة على الطبيعة. ولكن جي اس 8 الترا فيها حاجه اسمها فيديو ريموت كنترول، التحكم في الفيديوهات، في زي بقره كده اهي في النص، انت بتضغط عليها وبتدي يتحكم في الشاشه بتاعت الموبايل تحكم كامل زي ما احنا شايفين دلوقتي، وبيتحكم لك كمان في الفيديوهات وفي الشاشه بتاعت الموبايل. الاوبشن ده او التحكم في الفيديوهات ده مش موجود طبعا في زد 59، برضو مش شايف حاجه، يعني هي مشغل موسيقى، ولكن الناس اللي هي بتبقى الموبايل بعيد عنها عايز يتحكم في الموبايل ويطلع الماوس على الشاشه زي ما احنا شايفين كده، الجي اس 8 الترا فيها الاوبشن ده. الساعتين تقدر توصلهم على الموبايل زي ما قلنا، ولكن كمان تقدر لو انت مش عايز تتكلم من الساعه وتسمع كل الناس اللي حواليك ومعاك ايربود، الاثنين تقدر توصل ايربود مع الساعه، الاثنين مع بعض. مش اي ساعه طبعا يا جماعه بتدعم الخاصيه دي، ان انت يبقى معاك ايربود وتشغله مع الموبايل على الساعه والايربود الاثنين مع بعض، يعني هتشوف مين اللي بيتصل بيك اسمه على الساعه، وتبقى لابس الايربود ترد من الايربود نفسها مش من الساعه، والصوت يبقى طالع ايه على العام كده من الساعه نفسها، لا يطلع من الايربود عادي جدا. التاتش بتاع الاثنين سريع جدا وسهل وسلس، مفيش اي لاج فيه بصراحه، ممتازين جدا.
هنا بنلاقي لعبة، في لعبة على الساعة الجي اس 8 الترا، وطبعا مش موجودة في زد 59. بالنسبة للأداء، الأداء كويس جدا، البطارية بتاعتهم محترمة، بطارية الجي اس 8 الترا 280 ملي امبير، زد 59 الترا بطاريتها 200 ملي امبير. الفرق بين البطاريتين يعني ارقام، ولكن كأداء الاثنين كويسين جدا. لو انت هتفعل وضع موفر الطاقة ومش هتشغل الاولوزن ديسبلاي وبتقلل سطوع الشاشة، الحاجات اللي احنا بنعملها في الموبايل اصلا عشان خاطر نخلي الموبايل يقعد معانا وقت طويل، هتعملها في الساعة، الاثنين هيدوك أداء كويس قوي، مش هتحس بفرق بين الاثنين. والساعتين بيجوا بشاحن وايرلس، وينصح بشحنهم على لابتوب او كمبيوتر، وكمان فيهم خاصية اظهار الساعة اثناء الشحن. في النهاية انا وضحت لك الفرق بين الساعتين، اتمنى اكون وضحت كل التفاصيل، والاتنين اصلا مش هتحس ان هما ساعة كوبي او سمارت ووتش كوبي لساعة ابل الترا. الساعتين بصراحة ممتازين جدا. انا شرحت لك كده الامكانيات، لكن كاساسيات وضحت لك ان الاساسيات مشتركة بين الاتنين، في رفاهيات او في حاجات زيادة هنا وحاجات زيادة هنا، شوف انت اللي يناسبك فيهم واختار، ورابط الشراء هسيبه لك اسفل الفيديو على موقع اوكازيون، بيسمح لك بالتجربة قبل الاستلام.